السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما رفعت الموديل بتاعي على ميديولو، ممكن أكون عايز أحط الموديل بتاعي على الموقع بتاعي، فبعمل حاجة اسمها embedded. باجي هنا في الشير وأقول له embedded، تمام؟ فبقى بيقول لي خد الشفرة ديت كده، خدها كوبي، تمام، وابدأ أحطها عندك في الموقع بتاعك، تمام. ممكن تقول له أنا عايز أزود الوك ثرو، عايز أزود الكومنت كارد كلها أو بعضها، الفيو سويتش بوتوم الزرار دي عايز تضيفها لقلب الكود. فكل ما تكتب كده الكود ده بيتغير بحيث ان هو يصلح ان هو يشتغل معاك. انا عايز الفيو الديفولت هو اللي يبقى يظهر اول ما يظهر، ولا كرنت فيو اللي هو الفيو الحالي دوت، هو اوتوماتيك بيغير شفره بحيث يبقى مناسب للموضوع ده. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد شفره دي شفره اتش تي ام ال، هحطها في قلب شفره الموقع بتاعي، فيبدا يظهر الموديل بتاعي في الموقع او في الصفحه بتاعتي. برضه من ضمن الخيارات هنا هقول له شير، بشير الموديل دوت، بيديني يعني زي لينك معين ابعته للناس بحيث يقدروا يخشوا على الموقع بتاعي، تمام. ممكن تشير الحاجات ديت على الفيسبوك او تويتر او اي حاجة، او تبعتها في ايميل، تمام. ممكن تقول له اخفي الزراير مثلا، او اظهر للوك ثرو، او اخفي اللقطة الرئيسية أو المشهد الرئيسي اللي يظهر أي واحدة من دول، وهكذا. فممكن تكتب إيميل يروح هو باعت على الإيميل.